مرحبا بكم. هزيمة الترجي في الدربي ضد النادي الإفريقي لم يتقبلها الجمهور بسبب الأداء الذي ظهر به الفريق وأخطاء المدرب نبيل معلول، والذي واجهته انتقادات عديدة، خاصة وأن الفريق يتلقى الهزيمة الثانية على التوالي ضد المنافسين المباشرين على لقب البطولة. هزيمة الترجي جعلت الجماهير تطالب الإدارة بإقالة الإطار الفني قبل المواجهة المرتقبة يوم الجمعة القادم ضد الأهلي المصري. ضيق الوقت وتتاني المباريات حتمت على الإدارة التريث، رغم وجود معلومات صحفية عن استماع للهيئة المديرة عقب مباراة الديربي لدراسة إمكانية إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب معلول بالتراضي بين الطرفين. وأكد نفس المصدر عن وجود رأيين مطروحين على طاولة المدرب، أولهما إقالة معلول والتعاقد مع مدير فني جديد من أبناء النادي لضيق الوقت ومع تتالي المباريات. أما الاتجاه الثاني وهو رأي الأغلبية حاليا يتمثل في استمرار معلول في منصبه، على اعتبار أنه ما زال ينافس في مسابقة دوري أبطال إفريقيا وتنتظره مواجهة صعبة كما أشرنا ضد الأهلي المصري في إطار نصف نهائي المسابقة، إضافة إلى تأهل الفريق للمباراة النهائية من مسابقة كأس تونس لملاقاة الأولمبي الباجي. ورغم غياب العناصر الأساسية والمؤثرة كحمد الهوني وغيلان الشعلاني بسبب الإصابة والتي أثرت بصفة مباشرة على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. إذن متابعين الكرام، كنا أشرنا وكنا حكينا البارح بعد مباراة الديربي على أنه الأداء اللي قاعد يقدم فيه الترجي ماهوش الأداء اللي تنتظره الجماهير، أخطاء فنية عديدة، أخطاء في اختيارات اللاعبين في كل مباراة، يعني نسخة من أسوأ النسخ اللي شاهدتها للترجي الرياضي التونسي في الخمسة والستة مواسم الأخيرة. زوز هزائم متتالية ما عودتناش الترجي بالشيء هذا، ولكن كما قلت لكم لضيق الوقت وبنسبة كبيرة معلول باش يواصل مع الترجي الرياضي التونسي في مباراتي نصف نهائي رابطة الأبطال. وبعد النتائج اللي مش يحصلها الفريق في الدور النصف نهائي، الهيئة المديرة مش تتخذ القرارات اللازمة واللي لازمها تصير. بالتالي نبيل معلول يواصل مع الترجي، يواصل تدريب الترجي، تنتظرنا مواجهة صعبة كما حكينا يوم الجمعة ضد الأهلي المصري في نصف نهائي دوري الأبطال. إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية ضد الأهلي المصري اللي يمر بفترة انتعاش قصوى، إن شاء الله نكونوا في المستوى وتصير رجة نفسية للاعبي الترجي الرياضي التونسي قبل هذه المواجهة لتقديم أداء ممتاز، وعلاش لا يعني نفوزوا في المباراة هذه. على زوز مباريات نجم تلعب حظوظك كاملة، رغم أنه كما حكينا نمر بفترة خايبة، نمر فترة فراغ. إن شاء الله الترجي الرياضي التونسي ترجع سكة الانتصارات من بوابة الأهلي المصري. في موضوع آخر وفي نفس سياق مباراة الديربي، تحصل مدافع الترجي ياسين مرياح على ورقة حمراء بعد نهاية المباراة بعد احتجاجه على الحكم الموريتاني الذي أدار الديربي. ياسين مرياح تهجم على الحكم مما جعله يشير الورقة الحمراء، مع تدوينه في ورقة المباراة أن مرياح قام بالاعتداء على الحكم، مما يجعل العقوبة تصل إلى الإيقاف في 24 شهر مع خطية مالية قدرها 20,000 دينار حسب قانون الجامعة التونسية الجديد. يعني مشكلة جديدة، مشكلة يعني بتصرف من لاعب نورمالمون، لاعب دولي، لاعب عنده خبرة كبيرة، ما فماش علاش باش تحتج على الحكم، ورغم انه الصور التلفزية يعني وشاهدناها انه ما فماش اعتداء مادي على الحكم، ربما تهجم، ربما قال له كلام، ولكن الحكم مدون اعتداء جسدي، والقانون هنا يخلي يعني الرابطة امام امتحان صعب، يخلي الرابطة امام قرار قد ينهي مسيرة اللاعب بالفعل، لانه 24 شهر يعني عامين من الإيقاف مع خطية مالية. عقوبات بصراحة وعقوبة كنا في غناء عنها، مانيش محتاجين نزيدوا نأزموا الأمور أكثر من اللي هي عليها، بعد الغيابات والإصابات نزيدوا يعني نخسروا لاعب في قيمة ياسين مرياحة. هي العقوبة ما تقلش عن 4 أو 6 مباريات في كل الحالات، رغم أنه كما حكيت لكم أن القانون واضح وصريح وأن الحكم دون يعني كريمو في ورقة المباراة أن اللاعب قام بالاعتداء عليه جسديا، وهذه مشكلة كبيرة تنتظر الآن الهيئة القانونية الترجي الرياضي التونسي في الدفاع عن اللاعب. ربي يهدي، والله ما نش عارفين احنا شنية المشاكل وشنية الكم الهائل من المشاكل اللي هابط على الترجي، علاش هذا الكل ما نش عارفين. كل مرة هاكم تشوفوا من المشاكل عقوبات الاتحاد الافريقي اللي قاعدين نعانيه، ونورمال موعدنا توا معناها بعثت اللجنة القانونية استئناف للنظر والتعجيل في القضية
القضية هذه. تزيد تجينا مشكلة أخرى من ياسين مرياحة مع الرابطة الوطنية اللي كنا عدنا معه مشكلة في مباراة النجم الساحلي والإثارة اللي عملها النجم الساحلي ومش يلتجئ للطاس. بعد ما قررت الرابطة الوطنية معاقبة الترجي يعني ب5000 دينار، النجم الساحلي مش يتوجه للطاس ويطالب بتفعيل الفصل 56. مشاكل متعدة ومشاكل عديدة وأزمة يمر بها الترجي الرياضي التونسي. كنا تحدثنا بعد مباراة البارحة بعد مباراة الديربي أنه الأداء مش هذا الترجي اللي نحبوه، مش هذا الأداء اللي نجمه يعني أن نواجه به الفرق الكبرى كما الأهلي المصري في رابطة الأبطال الإفريقية. انتقدنا وتحدثنا وقت اللي لازمنا نتحدثه، لأنه بصراحة ماشيين في نية غلطة أن خسارة باجا نزيدوها مباراة نادي صفاقسي ونكمل مباراة الديربي. فما أمور ماهيش ماشية، أمور فنية لازم نقولوها، ومهما كان يعني لازم نصارحوا بها أنفسنا، لأنه مش هذه الترجي اللي نحبوها كما قلت لكم. إذا متابعينا الكرام، إن شاء الله عقوبة ياسين مرياح ما تصلش لل 24 شهر إن شاء الله يعني للرابطة، وتعتمد خاصة على المشاهد التلفزية اللي كما قلت لكم. وشخصيا زدت ثبت وشفت إنه مفماش يعني اعتداء، وما وصلش هو أصلا للحكم بيده، ولكن هو الحكم هو حكم دولي، حكم يعني مدون في ورقة المباراة إنه فما اعتداء جسدي. إذا متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد. ونوصيكم ديما على دعم القناة، لايك وأبوني، تفعيل جرس التنبيهات، وتتبعوا صفحة بيكام سبور على الفيسبوك، انستغرام، تيك توك وتويتر.